مساء الخير لجميع متابعين أخبار الدار. في الحلقة اليوم حملة جايين لعندك تلقى استحسان طلاب الكرك، وإسكانات الأسر العفيفة في سول بلا خدمات، والدوائر الرسمية تنتظر رد الحكومة. في صيف عام 2010 قام رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي، رئيس لجنة المبادرات الملكية في حينها، بزيارة إسكانات الأسر العفيفة في منطقة سول في لواء المزار الجنوبي للاطلاع على حقيقة مواصفات البناء بعد نشر عدة تقارير عن مشكلات هذه الإسكانات. محافظة الكرك أكدت أن الديوان الملكي ووزير الأشغال أوعزا بعد الزيارة بعمل الصيانة اللازمة لكافة مساكن الأسر. اليوم ذات المنطقة اللي زارها العيسوي وشكلت لأجل التحقيق في مواصفات بنائها لجنة نيابية، جميع بيوتها بحاجة إلى صيانة، وتتقطع بسكانها السبل لعدم وصول وسائل النقل وبعد المدارس وخدمات الرعاية الصحية وسط غرقها في وحل الفقر. سول هذه القرية التابعة إدارياً للواء المزار الجنوبي في محافظة الكرك، شاءت الأقدار أن ينتفع أبناؤها بمكرمة ملكية سامية قبل نحو 10 سنوات بحصولهم على سكن يأويهم ويؤمنهم من خلال المشروع سكن كريم لعيش كريم. 21 سكناً منها 5 لا تزال قيد الإنشاء، تعاني جميعها وجود تجاوزات في مواصفات البناء بحسب قاطنيها. بالرغم من تشكيل لجنة نيابية للتحقيق بشبهات فساد في إنشائها ودخول الديوان الملكي ووزير الأشغال على الخط بإعازهم لعمل الصيانة اللازمة لكافة مساكن الأسر عام 2010 ميلادي، إلا أن حالها اليوم أسوأ مما كانت عليه. فوت علينا الشبابيك مي، فوت علينا هواء، فمنعاني من هاي الأشياء كثير. السقف بدلف علينا، يعني كثير تعبانين، عندنا معاناة كثيرة ولما ناس داري فينا، يعني هنا في المنطقة هذه، يعني إحنا منفيين في المنطقة هذه نفي، وبعدين إحنا في أكثرنا هنا ما في لا رواتب ولا في إشي. تتعدى مشكلة قاطني المشروع الرطوبة ودلف الأسقف وتشقق الجدران، فالموقع الذي بنيت فيه المجمعات السكنية يبعد عن قرية سول ومركز مدينة الكرك مسافة تزيد عن 20 كيلومتر، دون وجود خدمات عامة كمخبز أو صيدلية وعيادة صحية أو وسائل نقل تقل للسكان إلى المدينة لقضاء حاجاتهم. بنعاني من المدارس، بنعاني والله العظيم، المدارس يشهد الله إن أولادنا كلنا في السكن، مو واحد عن واحد، بنعاني. طيب إحنا بنروح أولادنا نقريهم عشان يتعلموا وفيدونا وفيدوا نفسهم. طيب إحنا يوم نحط لنا للباص، أقل باص بطلب لي 50 دينار، بنعاني واش نوكل. إحنا خامي على المواصلات، تعب وشقة، يعني أيام بدي أروح على المزار بطلب باص من هنا وبروح على المزار، نير ونص روح ونير ونص جي، رغيف الخبز اللي منجيبه منحط فوق حقه عمرتي. حملنا هذه المطالب للمعنيين فأكدوا أن صيانة المساكن تحتاج موافقات من مركز الوزارة، وأقروا بعدم وصول الحافلتين المخصصات لسول إلى نهاية الخط. أسا إذا وجد عندنا سلبيات أو وجد عندنا شيء يستحق أنه نركز عليه في جانب الصيانة، طبعا منقوم بإجراء الدراسة الاجتماعية اللازمة ورفعها إلى وزارة التنمية الاجتماعية، هناك طبعا يتم تحويلها إلى مديرية الأبنية والمساكن في وزارتنا. هاي الإجراءات طبعا في إلها تعليمات وأسس، واللي بيكون تحت مظلة تقديم الصيانة اللازمة لهاي الأسر على طول بتم الإجراء بناء على توفر المخصصات الموجودة في وزارة التنمية الاجتماعية. يعمل على خط الكرك سول مركبتين متوسطات. احنا قمنا بمخاطبة الجهات الرسمية ذوات العلاقة إدارة السير لمتابعة الشكاوى التي وردت إلينا من أهالي منطقة سول ومن أهالي القرية القاطنين في منطقة سول. الآن في متابعة وجارية من قبل إدارة السير، وتم ضبط المركبتين وتم مخالفتهما. أصحاب مساكن الأسر العفيفة هنا ينتظرون حلا وتدخلا شخصيا من جهات عليا لعدم استجابة المسؤولين لشكواهم التي طال تكرارها. لسان حالهم يقول ما الفائدة من سكن بلا خدمات وخدمات بلا رقابة ورقابة مرتبطة بقرار مركزي صدر لسنوات ولم يطبق.
بينتظر طلاب التوجيه بهاي الأيام نتائجهم على أحر من الجمر، واللي بطبيعة الحال بتأهلهم للوصول إلى مقعد جامعي حقيقي بيحققوا من خلاله حلمهم. وحدة تنسيق القبول الموحد اتفوقت على نفسها بابتكار سبل تقنية وتكنولوجية سهلت على الطلاب الدخول للموقع والاستفادة من التوضيحات والفيديوهات والإرشادات المهمة للطلاب. وما اكتفت بهالإشي، إنما تبعته مرحلة ميدانية جديدة كان عنوانها جايين لعندك. يواجه طلاب الثانوية العامة بعد نجاحهم معضلة اختيار التخصص، والتي تحكمها بالضرورة آلية القبول الموحد التي تغيرت مؤخراً. لذا كانت هذه الندوة لتوضيح آلية القبول الموحد للطلاب في الكرك. ضمن منهجية المسؤولية المجتمعية اللي بتتبعها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واللي بتهدف بشكل أساسي إلى إيصال المعلومة لمتلقي الخدمة بشكل دقيق وواضح وخلاق وجديد، انطلقت هذه المبادرة، مبادرة جايين عندك نوضح معلومتك، واللي راح نجوب فيها محافظات المملكة لشرح أسس القبول والفرص المتاحة للاستفادة منها لطلبة الثانوية العامة، إلى إضافة إلى الاستفادة من البعثات الداخلية والخارجية. حقيقة الصعوبة اللي واجهناها إنه أحيانا الطالب الثانوية العامة أولي أمره، بالذات عندما يكون الطالب أول تجربة لهم في هذه المرحلة، بتكون الصعوبة في إيصال كل المعلومات، لأنه المعلومات حقيقة شوي كم من المعلومات الكبير والغير سهل بالنسبة للشخص اللي لا يمارس هاي الأمور، سهلة بالنسبة لنا لأننا نمارسها بشكل سنوي عند تنفيذ عملية القبول. ولكن الحمد لله من خلال شرحها وتوضيحها لمسنا أنه في نوع من التقبل إلها، والإجابة على أي سؤال أو أي استفسار بدر من أي شخص لتثبيت المعلومة وإجابته بشكل دقيق وواضح وصريح. أنا طالبة توجيه السنة هاي، كان عندي كتير أسئلة على آلية القبول، كونه أنا ما بعرف أصلاً كيف بدي سجل أو كيف بده يتم قبولي. لكن بعد ما حضرت هاي الندوة كان توضحت لي بعض المعلومات اللي ما كنت عارفيتها. طبعا هسه حضرنا ورشة، كانت مبادرة حلوة من القبول الموحد وزارة التعليم العالي. هاي المبادرة استفدنا منها كثير، خاصة انه معي بنتي وبنات اخواتي بنتين كلياتهم على الدورة الصيفية هاي توجيه. طبعا الحمد لله رب العالمين، احنا بنعرف كنا معلومات من قبل عن هاي القبول الموحد وعن أسس القبول والفروع والتخصصات المطلوبة، لكن بزيادة استفدنا. كانوا معي 3 صبايا كلياتهم استفدنا من هاي المعلومات، خاصة انه واحدة منهم كانت من ابناء المغتربين وعلى معادلة الشهادة. طبعا التخصصات المطلوبة عرفنا على البعثات الخارجية، والشباب ما شاء الله ما قصروا جاوبوا عن هاي عن الأسئلة اللي طرحناها عليهم. خرج الحاضرون اليوم مرتاحين فجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسهمت بحصولهم على إجابات قد تساعدهم بتحديد خياراتهم الدراسية مستقبلا. نفذت مديرية دفاع مدني الكرك بمختلف طواقمها الأسبوع الماضي تمرين وهمي في منطقة المرج بمشاركة أكثر من 40 فرد من مرتبات الدفاع المدني، تمثل بحدوث حريق في صالة الفندق وانتشاره في بقية الطوابق. يهدف هذا التمرين بالأساس إلى اختبار بداية مستوى التنسيق بين الدفاع المدني وبين إدارة الفندق، اختبار مدى كفاءة وجاهزية معداتنا وأجهزتنا وألياتنا وكوادر الدفاع المدني، واختبار الأنظمة الذاتية، أنظمة الوقاية والحماية الذاتية اللي موجودة في الفندق، وبالتالي الوقوف على أي ثغرات موجودة ليتم التعامل معها في حال افتراضية قبل أن يقع حادث حقيقي لا قدر الله، وينعكس هذه الثغرات بيكون لها تأثيرات سلبية باتجاه زيادة الخسائر وسواء في الأرواح والممتلكات. وأود أن أشير هنا إلى أنه تم تدريب العاملين في الفندق على إجراءات السلامة العامة اللي ممكن أنهم يتبعوها كمرحلة أولية لحين وصول رجال الدفاع المدني، وهذا التدريب حقيقة احنا بنقدمه للعاملين في كافة المنشآت، وفي خطط بيننا وبينهم، ويتم مراجعة هذه الخطط بشكل دوري واختبارها والتعديل عليها بما يلزم. وأود هنا أن أشير
إلى أنه بفضل الله وبدعم موصول من جلالة قائدنا الأعلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم ومتابعة من قيادة جهاز الدفاع المدني وعلى رأسها مصطفى باشا البزايعة، هناك حرص على توفير كافة الوسائل اللي والآليات والأجهزة والمعدات المتطورة ورفض جهاز الدفاع المدني فيها. ونحن في الأردن بفضل الله، وهذا كلام لا أقوله من باب العرض، بأن الدفاع المدني الأردني هو حاليا أفضل جهاز دفاع مدني في الشرق الأوسط، وبإمكانياته وقدراته ومستوى تدريب كوادره يفوق العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال. بعد الفاصل، ماذا نعني بالذكاء البيئي وندوة مقدسية في الكرك؟ أهلا وسهلا فيكم من جديد. أقام مركز الملك رانيا العبدالله للدراسات التربوية والنفسية في جامعة مؤتة ندوة بعنوان الذكاء البيئي، نظراً لأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث وترسيخ مفهوم الذكاء البيئي عند أفراد المجتمع وطلاب الجامعات. التفاصيل في التقرير، خلونا نشوف. سابقاً كان يعرف الذكاء البيئي بأنه قدرة الفرد في التعرف على النباتات والحيوانات وتصنيفاتها، والتي تعزز بدورها مهارات الملاحظة والتجميع والتصنيف في أمور الحياة اليومية، حتى دخلت الأتمتة في جميع مناحي حياتنا. فهل تغير التعريف؟ مفهوم الذكاء البيئي هو عملية دمج التكنولوجيا والبرمجيات وأجهزة الاستشعار والتحسس الذكية في عملية حماية البيئة، وبالتالي هاي العملية البرمجيات مع التكنولوجيا الذكية إذا تم تزاوجها مع البيئة ومع حماية البيئة، جهود حماية البيئة بيخلق عندنا مفهوم جديد اللي هو السمارت انفايرمنت أو البيئة الذكية. العملية تفعيلها هي ممكن تفعل على مستوى الدول وعلى مستوى المدن على مستوى المجتمعات الأقل حسب البيئة، فممكن عندنا الجامعة تكون هي بيئة ذكية، ممكن المؤسسة تكون بيئة ذكية من خلال تركيب هاي المستشعرات كل حسب اختصاصه كل حسب الغاية اللي تم تركيبه إلها. ممكن يكون في مزرعة إنه نركب فيها أنظمة تحسس تتحسس استهلاكنا للمياه للملوحة للرطوبة للمبيدات لهذا، وبالتالي هاي كلها البيئات الذكية ممكن تفعيلها بعوالم أصغر وأصغر وأصغر، ولا ممكن أنها تكون على مستوى الدول. ويهدف نشر هذا المفهوم وإشراك الطلاب والجامعات باعتبارها حواضن للمعرفة والعلم والمختبرات التكنولوجية. عقدت هذه الندوة في جامعة مؤتة. المحور الأول كان عن دور الإدارة الملكية لحماية البيئة في حماية البيئة من التلوث خدمة للذكاء البيئي. أما المحور الثاني فتناول التكنولوجيا في خدمة الذكاء البيئي، إضافة إلى التطبيقات التربوية التي يمكن أن تبث من خلال المناهج المدرسية والجامعية لتحقيق التربية البيئية الصحيحة وخدمة الذكاء البيئي. ونرجو أن تكون هذه الندوة هي بداية لعمل المشترك بين جميع الجهات ذات العلاقة لتحقيق التوازن البيئي وتفعيل الذكاء البيئي لدى أفراد المجتمع. وبلا شك فإن استخدام الذكاء الصناعي في الشأن البيئي يرفع من كفاءة الإنتاج ويقلل من المخاطر المتوقعة ويؤدي إلى استغلال الموارد والإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة بطريقة خلاقة. نظم فريق الشباب الكركي الأسبوع الماضي ندوة مقدسية، استضاف فيها الناشطة من مدينة القدس المحتلة خديجة خويس، واللي ألقت محاضرة عن دور الدعم الشعبي للمرابطين والمواطنين المقدسيين في وجه سلطات الاحتلال وممارستها في تهويد المدينة المقدسة. حرصنا في هذا اليوم الطيب المبارك على أن نزور محافظة الكرك لنوصل لشبابها وبناتها ونسائها رسالة المسجد الأقصى المبارك، خاصة رسالة المنطقة الشرقية المهددة الآن بالمصادرة والاقتطاع لصالح التقسيم المكاني. لماذا اخترنا محافظة الكرك؟ لعلمنا أن فيها أشاوس يطالبون بحقهم في مصطبة الكرك، ورجالا ونساء وشبابا عندهم حمية على مسجدهم، عندهم قدرة على القيام بخدمة المسجد الأقصى في شتى الأصعدة
والمجالات، نلتمس من هؤلاء الشباب الطيب المبارك أن يخدموا المسجد الأقصى بشكل حديث، أن يوصلوا رسالة المسجد الأقصى إلى وزارة الأوقاف، وأن يطالبوا المملكة الأردنية الهاشمية بالقيام بمسؤوليتها، خاصة أنها صاحبة الوصاية، القيام بمسؤوليتها تجاه المسجد الأقصى خاصة في هذه الظروف العصيبة. شبابي كركي مهتم في المسجد الأقصى المبارك والقدس، هدف الفريق إيصال رسالة الشباب الكركي إلى المسجد الأقصى المبارك. الفريق من عام تقريبا تأسس، هذا الفريق من حملة فنشع القناديل صمودها، أبينا أنه يكمل الفريق طريقه في الدفاع وإيصال رسالة الشباب الكركي. نحن اليوم كان عندنا ندوة مقدسية للمعلمة والمرابطة خديجة خويس، كان لها تفاعل كبير من الشباب الكركي والشابات الكرك. كأعمال الفريق اللي مضت أعمال كثيرة، منها الجولة على المدارس، تعريف الطلاب بمفهوم المسجد الأقصى المبارك، بعد ذلك حالياً في الجمعيات القرآن للتأكيد وتوثيق العلاقة ما بين الكركي والقدس. بعد الفاصل، الحسين بن طلال تنشئ عيادات أسنان في 70 يوم. بنرحب فيكم من جديد. وقعت جامعة الحسين بن طلال مع إحدى شركات القطاع الخاص اتفاقية يتم بموجبها إنشاء وتجهيز وتشغيل عيادات لأغراض المعالجة السنية، وعددها 5 وحدات سنية وكافة المعدات والمواد الطبية اللازمة للعمل فيها خلال 70 يوم من تاريخ توقيع الاتفاقية. مدة هالاتفاقية رح تكون 15 سنة بتلتزم خلالها الشركة المنفذة بصيانة وإدامة كافة الأجهزة والمعدات الخاصة بالعيادات طول فترة الاتفاقية على نفقتها الخاصة. كمان بتلتزم الشركة المنفذة بتقديم عرض فني ومالي لتشكيل كلية طب الأسنان في جامعة الحسين بن طلال وفق المعايير الاعتماد الأكاديمية والفنية الصادرة عن هيئة الاعتماد. ضمن خطتها للتطوير وتقديم الخدمات للطلبة، أعلنت جامعة الحسين بن طلال عن البدء بإنشاء عيادات أسنان داخل الحرم الجامعي، وذلك بهدف تقديم الرعاية الصحية للطلاب والعاملين في الجامعة، حيث تشمل العيادات طب عام للأسنان وجراحة وتقويم الأسنان. فكرة استحداث عيادة أسنان في جامعة الحسين بن طلال أظن هي فكرة جيدة. إذا بدنا نحكي عن موضوع السعر اللي باخذوه، فهم باخذوا منا سعر رمزي مقابل اللي باخذوه في العيادات الخارجية، وبرضه كمان شغلة الطلاب اللي ما معهم تأمين فهو كمان بيريحهم انهم بتعالجوا من خلال الجامعة. راح تعود بفائدة انه الطالب المريض او اللي بيعاني من مشكلة في الأسنان انه يراجع هاي العيادة ويحصل على كشفية معينة او يتم علاجه داخل الجامعة. بتعود بفائدة على الطالب انه ما يحتاج للخروج خارج الجامعة للذهاب للعيادات الخاصة ودفع مبالغ معينة. كذلك بتمنى أنه يكون المحاسب داخل العيادة مش أنه داخل الكافيتيريا، يعني أنه الطالب بكون مريض يذهب يروح للكافيتيريا ويرجع للعيادة مرة ثانية. وإن شاء الله نأمل أنها تكون يعني نفس المواصفات الخارجية من حيث أنها توفر للطالب ميزة أخرى بديلة عن المراكز الطبية الأخرى الخاصة المتخصصة التي تكلفتها عالية جدا للطالب، وطالب الجامعي أنا معروف بمصروف الجامعي. لفتة جميلة من أوقفة رئيس الجامعة أنه يوفر هذه الخدمة السنية اللي راح تكون يعني هي خدمة كطبيب عام أسنان وكتخصص، يعني ممكن أنه يطلع عندنا المريض من هذه العيادة ولا يحتاج إلى أي أقسام أخرى سواء جراحة أو سواء تقويم أو إلى آخره. معظم الخدمات ستتوفر في هذا المركز وبأسعار رمزية سواء للطالب أو للموظف، أسعار رمزية وراح تكون التكلفة يعني قليلة جدا إذا قارناها في أي جهة أخرى مقدمة لهذه الخدمة. فهذا يعني الطالب يعني هو بحاجة إلى توفير أي مبلغ يعني كونه رسوم ومصروف و مغترب عن أهله في هذه المنطقة فبحاجة إلى التوفير. يذكر أن إنشاء العيادة جاء بعد توقيع اتفاقية مع القطاع الخاص شملت التخطيط لإنشاء وتشغيل كليات طبية متكاملة ضمن نظرة مستقبلية للجامعة والتخصصات فيها.
بيحتاج الشباب في أي موقع إلى مكان بيفرغوا فيه طاقاتهم وبيساعدهم على تنمية مواهبهم على اختلافها. نادي مؤاب تأسس سنة 1981، عم بيلعب دور كبير بتنمية مهارات الشباب في المنطقة، مش بس الكروية، كمان الثقافية والاجتماعية. مراسلتنا زارت النادي وجابت لنا القصة التالية. يعد نادي مؤاب الرياضي مركزا شبابيا جامعا، فالنادي الذي تأسس عام 1981 يجمع الشباب على مختلف الأنشطة الثقافية والأدبية والاجتماعية والصحية أيضا. في العام 1983 افتتح مقر النادي، وفي العام 95 تشكل فريق كرة القدم وسجل رسميا في اتحاد كرة القدم الأردني. وحتى اليوم لم يقف أداء لاعبيه وإداراته عند مستوى معين، فقد رفع تصنيفه من النادي الدرجة الثالثة إلى الدرجة الأولى عام 2003، وما تزال تطلعات القائمين عليه لتطويره قائم. أما على الصعيد الرياضي في نادي مؤاب، فقد تم إنشاء مدرسة كروية، أعددنا خطة مستقبلية لنادي مؤاب على المستوى الرياضي، وهو الآن بدأ بإقامة مدرسة كروية رياضية تضم 150 طالب، ومن ثم إن شاء الله تعالى في المرحلة القادمة سيكون عندنا فريق للفئات العمرية، ومن بعد ذلك الأمر سنباشر الأمر بالإعداد للفريق الأول لكرة القدم. همنا الوحيد هو إحياء الرياضة في مؤاب بأكملها، لأنه والله يعني مرت في ظروف صعبة 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 جدا، وإحنا نتمنى من الأهالي والأطفال وكل أهل مؤاب يساندونا، وباب النادي مفتوح للكل. رغم من الظروف الصعبة التي مر بها النادي مع تعاقب إداراته، إلا أن الشباب لم يفقدوا الأمل بأهميته وأهمية مشاركاتهم بنشاطاته. أنا جيت على المدرسة الكروية لأن أضم لاعبين قدامى لمؤاب، وإن شاء الله نادي مؤاب قادم بقوة، وأنا انضميت لهذه المدرسة لأن أحب كرة القدم، وإن شاء الله نادي مؤاب قادم. بصراحة بنحب إحنا كلاعبين نشكر نادي مؤاب على إقامته هذه المدرسة لتفريغ طاقاتنا وتنمية المواهب في الكرك في ظل وجود فقر للكرة هنا في الكرك. أذكر أن نادي مؤاب طرح في نيسان الماضي عطاء ملعب خماسي لكرة القدم بهدف خدمة تجمع الشباب في قرى مؤاب، وأن يخدم مع ملاعب أخرى 38 نادي رياضي في محافظة الكرك. في نهاية هالحلقة من أخبار الدار، تابعونا وراسلونا على صفحة البرنامج على فيسبوك، ننتظر تفاعلاتكم ومشاركاتكم. تحية مني ومن فريق البرنامج، مساءكم جميل وإلى اللقاء.